أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج باوربوينت. ابتداء من هذه المحاضرة راح نتعلم شيء مهم جدا وجميل في عالم باوربوينت، ألا وهو التحريك. التحريك هو من أروع ما يميز برنامج باوربوينت عن بقية برامج التصميم كبرنامج فوتوشوب مثلا أو برنامج انديزاين. برنامج باوربوينت يتميز بإضافة الحركات بشكل سلس ورائع وممتع. في البداية نفتح ملف جديد، وطبعا راح نسمي هذا الملف مثلا التحريك. نفتح الملف وكالسابق نضغط كليك ونمسح التكست اريا الموجودة بداخل الشريحة. طيب راح نضيف ثلاثة أشكال مربعة، مثلا هذا الشكل الأول، الشكل الثاني والشكل الثالث. الشكل الثاني ممكن يكون أصفر والشكل الثالث ممكن يكون أخضر. طيب هذه هي ثلاثة أشكال. طبعا في برنامج باوربوينت توجد ثلاثة أنواع للحركة: حركات الدخول وحركات التوكيد وحركات الخروج. إذا حددنا هذا المربع الأول وانتقلنا إلى قائمة حركات، هذه أو animation إذا كان إنجليزي، راح تظهر عندنا مجموعة من الحركات. وطبعا إذا نقرنا كليك على هذا السهم، طبعا مو السهم اللي مفرد، السهم اللي مزدوج، هذا السهم لو نقرنا عليه كليك راح نشاهد عندنا ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الدخول وتحتوي على حركات الدخول، المجموعة الثانية حركات التوكيد، والمجموعة الثالثة حركات الخروج. أما مسارات الحركة فهذه المسارات ممكن تطبق للخروج والتوكيد والدخول، يعني هذه ما لها علاقة بالأنواع هذه. طبعا بالنسبة للدخول عندنا هنا مجموعة من الحركات، وعندنا هنا المزيد من تأثيرات الدخول، يعني هذه مجموعة وعندنا هنا البقية. أيضا التوكيد عندنا هنا المزيد من حركات التوكيد والمزيد من حركات الخروج في هذه المنطقة. ممتاز. فيما يخص حركات الدخول وهي الحركات التي تظهر عند بداية العرض، أما حركات التوكيد فهي الحركات التي تظهر عند منتصف العرض، أما حركات الخروج فهي الحركات التي تظهر عند خروج الكائن من العرض. نأخذ مثال، لو حددنا هذا الشكل ورحنا إلى حركات وطبعا ضغطنا على هذا السهم مثل ما تعلمنا قبل قليل، راح تظهر لنا مجموعة من الحركات. راح نختار مثلا هذا الجزء أو هذه الحركة. إذا نلاحظ أنه تم إضافة حركة الدخول، نحدد هذا الجزء وراح نضيف حركة التوكيد. نختار مثلا هذا الجزء ونحدد هذا الجزء ونختار حركة الخروج مثلا بهذا الشكل. ممتاز. طيب الآن أصبح عندنا ثلاثة حركات، الحركة الأولى والثانية والثالثة. وطبعا البرنامج راح ينوه هنا أنه هذا الجزء يحتوي على حركة، يعني هذا الجزء يحتوي على حركة وهذا أيضا وهذا أيضا. وطبعا عندنا هنا هذه الأرقام أي أنها تعني تسلسل الحركة. حتى نعرض الحركة للشريحة، طبعا حاليا الحركة متوقفة، حتى أعرضها للشريحة أضغط على هذا الخيار اللي هو عرض الشريحة. لابد أنه أعرض الشريحة حتى أظهر الحركة. طيب لاحظ أنه هذا المربع مختفي وبقية المربعات موجودة. طيب شنو السبب؟ السبب أنه هذا المربع أنا أضفت إلى حركة دخول، وطبعا تبدأ الحركة عند دخول المربع بما أن الحركة لم تبدأ، أي أن المربع لم يدخل لحد الآن. طيب هذه الأجزاء أضفنا لها حركة توكيد وحركة خروج. عندما نضيف حركة توكيد على أساس أنه التوكيد هي بعد مرحلة الدخول، فإن شكل داخل يعني موجود، فتظهر الحركة عند التوكيد. طبعا التوكيد يعني أنه للفت الانتباه. أما الخروج فأيضا الشكل داخل وموجود ومؤكد وفقط تظهر عند الخروج. نجرب. طبعا إذا أنا أضغط كليك راح تظهر هذه حركة الدخول، كليك راح تعمل التوكيد، كليك راح تعمل حركة الخروج. ممتاز. ممكن نأخذ مثال آخر وراح نطبقه على نفس الشكل. طيب
هذا الشكل راح نضيف له حركة دخول، وليكن مثلا هذه الأشرطة. لو حددت الشكل ورحت على حركات وضفت حركة أخرى مثلا حركة مثلا توكيد ولتكن أرجح، ألاحظ أن الشكل أخذ حركة التوكيد وأنهى حركة الدخول، أي أنه يمكن إضافة حركة واحدة من هذه المجموعة. طيب راح نضيف حركة الدخول مثلا هذه، وحتى نضيف حركات أخرى لابد أنه ننتقل إلى هذا الجزء اللي هو إضافة حركة. طبعا نحدد الشكل ونختار إضافة حركة، لابد أنه نضيف الحركة الثانية من هذه المنطقة وليس هذه المنطقة. طيب يعني الحركة الأولى تضاف من هذه المنطقة، أما الحركة الثانية والثالثة والرابعة تضاف من هذه المنطقة اللي هي إضافة حركة. بما أنه احنا أضفنا حركة دخول، راح نضيف حركة التوكيد، ومثل ما نلاحظ أنه الشكل أخذ حركتين. طيب نضيف حركة الخروج، أيضا إضافة حركة، وراح نضيف الخروج. ممتاز. إذا نجي نعرض الحركات، وطبعا مثل ما نلاحظ أنه عندنا ثلاثة حركات للشكل، نعرض الحركات. حركة الدخول وهي التي تبدأ عند بداية العرض، حركة التوكيد وهي التي تظهر عند منتصف العرض، حركة الخروج وهي التي تظهر عند إنهاء العرض. راح تتولد عندنا مجموعة أسئلة. السؤال الأول، هل أنه هذه الحركات الدخول والتوكيد والخروج يجب إضافتها إلى جميع الأشكال؟ يعني لابد كل شكل أنا أضيف لهذه ثلاثة حركات؟ لا مو شرط، يعني ممكن أنه نضيف حركة واحدة، ممكن أنه نضيف حركتين، ممكن نضيف ثلاثة حسب أهمية وقوة الشكل. وطبعا راح نأخذ أمثلة إن شاء الله متقدمة وراح نعرف متى نضيف كل نوع. السؤال الثاني، هل هذه الحركات تطبق فقط على الأشكال؟ الجواب كلا، ممكن أن نطبق هذه الحركات على الصور والنصوص والفيديوهات والأشكال والكثير والكثير من الكائنات اللي ممكن أن نضيفها بداخل برنامج باوربوينت. طبعا هذه مقدمة بسيطة وأساسية لموضوع الحركات، إن شاء الله راح نتبحر بهذا الموضوع بشكل معمق أكثر في المحاضرات القادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.